لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك ولد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سنبلاغة. حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز بلا؟ موزز. تشكرات سنبلاغة، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا يلا يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الاربعه على الاوضه. لو تكرمتم انا عايز اقعد مع السلطانه الام والحريم الاربعه بتوعي والباقي بره بره. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والأوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك. اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعتي 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها؟ اتكلم في اللي بالي بالك، ها؟ التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ أيوة، التاج ده مكتوب في المراس بتاعي أنا. التاج ده يا سليمان أبوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب انا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجه لا يمكن اسكت عليها. شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحه كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2. وانا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، اديكي شايفه جرمع الحريم اللي لسه رايح على الاوضه. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا بتدهيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله هلعنكم مالطو واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا هنعمل ايه؟ ده بيقول انا مش خرنج، سبونج بوب واصفر كموني، وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ادوكوا معانا يا حبايب، يلا يا ابلة ما تعديهمش، سيبيهم ببركتك حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا ابله، يلا يا ابله، يلا يا قمر. مكمرهم في الكم ده، القمر ده سكر وعسل
حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اصحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إن صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسومات وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده هنا في الكوريدور ده. كنا بندوس على النسوان، بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبة الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانتي عارفة ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنتِ ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا، بعدين. دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين، ورا. إيه يا أفندم مولاي. يا فندم إيه؟ أنتِ داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنتِ بتستهبلي يا ولية؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا ولية؟ أنتِ متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعة. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد اتسلى واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دوا الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه. شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير، قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك يا سنبل. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما اشرنا على ناس فاكره؟ طبعا. يا مولاي شفت صوت فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر، طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولاد دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات، كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني. هات. اسمع، انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك
فرمان طلاق يطلع ليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش عرب خيانه. يا النساء يا النساء، انت يا زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطانه هيام، قول لها السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام كثارة الحب تبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 اكيد فيه يا هيام، لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور. انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينة كمان يا هيام، انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قوليلي ليه البكا؟ امك يا مولانا. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني برا يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري واهلي كده في نفسك على طول، انا يا اختي فول اوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلو. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبتردحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفاسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر، انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشب. ايوه ما تضربي بالشمشب اللي انت مسكاته، انت مستغربتي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولو ون أور وأروح يا ملك الزمان وأخد شاور. هل جننتي يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر، انتهى الكلام يا مسرور. أؤمر. سلم سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم اقعد بقى انت، بق سلم سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجه. هاو يو سي ذات؟ ازاي عبد اسود زيك بيتطاول عليا؟ ايوه يا مولاي، ما بطولش بس بقول لك الصراحه، يعني على الاقل حال القرشين اللي انا باخدهم منك، ولا عايزني ابقى منافق زي الباقيين؟ أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش.
مسرور مسرور. انت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وانت فاهم النسوان بتحب الشديه. شد شويه. حاضر. فعايز اطلب منك طلب بقى بصراحه. اتفضل. ابوس ايدك نام، انت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ابدا ابدا. ليه ان شاء الله؟ ولازم حدوته قبل النوم. تعالى بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعه بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. انا عايز اكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي. اؤمر. انت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فارف. معاك سجاير؟ ولع ولع يا مولاي. خير؟ انا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت ان انت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ اؤمر. انت عارف انا بحبك قد ايه، عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، لأنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر. توغشتني. خير يا مولاي؟ سرك كبير. أنا مش سهران كل ليلة عشان أسمع حواديت شهربات. لا أبدا، دي كلها مجرد حركات الحركات. عندك حق يا مولاي، أنا ساعات بصراحة كده بلمع أوكر بسمع الحواديت حاجة نفخ التنين بصراحة. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. ما المعذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انتباه وفاكهة ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني لا تظلمني يا مسرور، فأنا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي؟ قلقتني بجد. أنا عندي تبول لا إرادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك. ودي مشكلة؟ افرش مش هم معه السرير، سريرك محدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده؟ عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتهم شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي، لأنهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور، ده الرعب، ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10-15. كتير قوي. ايه ده خزان ميه يا مولاي؟ بعمل ايه؟ كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك ما تقلقش، انا هاجي كل شوية بالليلة صحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تروح الحمام خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا راجل، هات علبة السجاير اللي معاك بنفسك. هتعلب السجاير والولاعة. وانا كان نفسي في فاروزة زي دي، يعني لو هو حديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته اللي تكون لا. بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا، عايز حاجة مني؟ لا سلامتك. اروح انا ازبط القصر اشوف لو يكون حد بيرجع ولا حاجة. بسرعة يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي، من الاخر كده اقسم بالله لو عيرت مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت؟ ما انا سهرانه. يانا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف، والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوته، وانا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلينج شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفه يا روح قلبي يا شرشوره يا اموره، بالله عليك تقولي لي
ما وحشتكيشي؟ في يا مولانا، في ذكر قاعد معاك، وايه الجو ده مش لذيذة يعني؟ وفي طاووس، في 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 دوش حواليك، واحدة واحدة. عيب جرى ايه يا مسرور؟ وانا قلت حاجة وحشة؟ انا بسألها سؤال بريء. ما وحشتكيشي؟ ما وحشتكيش يا وفي ملك وين ما وحشتكيش؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ واكون في حاجه بتحصل. لا لا بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كمل يا حلو. ولان كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، هتنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انزل جربهم. اسمع كلامي يا راجل، اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار؟ بس زودوا السبيرتو يا جماعه، انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوه دي. سيدي بس ايه ده، الراجل قاعد بتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركه عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقله ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا خلصينا، احكي له الحدوته، الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك الجميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه، اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقولك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علاقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما عملش حاجه. ما بعملش. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحب سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه، اخدكم اطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي، اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ سيجارة ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة ميني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها، مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحس بأهمية الموقف. بقول لك ايه، انت لوك 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 كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضه؟ وايه لوك لوك واللغة دي؟ خريجة ايه؟ دبلوم والنبي. اه حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شويه ونتعرف على بعض، وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى، ايه سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب، مش متجوز، ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقول لك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ حب طبعا طبعا. انا حكايتي غريبه قوي قوي قوي. احكي لي. انا شاب يا ست عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي اربع بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي. اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت ثلاثه، وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنه، ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. اه لازم اجري على اخواتي، امال اسيبهم يتنقلوا في الشوارع؟ بس
فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان الناس، سوبرمان راح، سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده اوانطه. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي، انا باختصار حياتي عباره عن جرافيك في الجرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب، شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي يعني، انا اسف ان انا بصدمك، فهماني؟ الاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك يعني. شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس اهو الحمد لله ماشيه ماشيه. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين يعني، ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته، عرفت واحده قبل كده شهرين فجأة طرت نسيت الأغنية دي كانت فين عشان أرجع لها. مدهوش سواح، هعمل إيه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني. همرمطك معايا، أنا مش ما بثبتش في بلد ثانية واحدة شادية، صدقيني. أنا راضية. يا ستي والله أنت بنت زي الفل وزي القمر وأي حد يتمناكي، بس أنا مش موجود يعني، يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك، فاهمة؟ هستنيك لغاية ما تيجي تلفلف بيا لفلوفة كده وترجعني. أنت زهقتيني قوي وبان عليكي تافهة. لفلوفة إيه؟ بقول لك أنا مش ثابت في حتة، ما تخنقونيش بقى شادية. وديني وحياة ربنا اسمع ليا. اسمع ليا؟ أه عند خالتي. أوديك عند خالتك وأنا تاكسي أبيض، أنت مجنونة في إيه؟ أغيظها شوية بس، خالتي دي مجننانة. مجننة؟ تبان عليكي أنت اللي مش مظبوطة. بص يا شادية، عزمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى من شكلك جعانه. اقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت، الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه، وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شاديه، انا بتخني ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى، يلا مره ثانيه معنا ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمعني خمس دقائق كده. ايه موضوع اسمع ليه ده يا بنت؟ وانا بجو، يلا جاهزه، يلا على تحت، واحد اتنين تلاته. وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا؟ مش فاهم انا. وترميات وناس قاعده على القهاوي، بس جو حلو، جو ظريف. الله الله الله، عيني على اللبان واللي من لبان. اهلا. ايه ده؟ في كده هنا؟ يا اختي اقعدي في القهوه بتاعتي. اتفضلي يا حبيبتي. ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جايه من لبنان؟ تحفه والله يا اختي. لو اخترتي حاجه من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي، وديها يا رور الحمام عشان نشوف الحاجات، اصل الحاجات دي بتتنازل. تعالي يا حبيبتي. يا كمان الشيشه. مساء الخير يا سي خميس، ازاي والدك؟ وقول له الف مبروك على موت والدتك. هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا، دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير. عبد العال حسين عبد العال. اوه ايدي يا هاني. ولا انت حكومه؟ انا حكومي ايه؟ ما انا مالي، ما انا لابس ملكي. حكومي ايه يا هاني؟ ما هو انا لابس ميري قدامك. ارجوكي عليا النعمه، لو طلعت حكومه ملاك دي يعني. لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف، لو تكرمتي ده انا غلبان. شكلك ابن حلال. اقعد. من الاخر من غير لا لف ولا دوران، عشان انا ما عنديش وقت. انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب. هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي؟ لا نو بروبلم خالص، انا بقلب النسوان. اوه سوري، بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركه؟ بقلب النسوان. بتقلبي؟ هايل هايل. عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها. جو اهيد، ربنا معاكي، اصل انا بحب التقليب قوي. تحب تشتغل معايا يا عسل؟ لا اشتغل معاكي ايه؟ انا عايز اقول لك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية. يا مصيبتي،
حياتنا الخاصة؟ لا بقول لك ايه، انا بنت شريفة. اوه ما كسريش الصورة اللي انا عجبتني فيكي، انا حبيتك ان انتي مش شريفة وماشية شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفة ايه بتاع ايه؟ خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقول لك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي، اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انتي عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب، بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد، عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا ده كل الديون هتتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا انت غني؟ غني غنى انا ما اعرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكمر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز يا سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفس زغروته يا كناني. كفايه يا كناني كفايه يا كناني كفايه كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه مرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجي لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيله مستعجل على ايه؟ دي جوازتي الندامه. جوازتي الندامه دي كلمه ام تقولها لابنها يوم فرحه. ميرسي قوي ميرسي يا شيخ. ايه ده؟ ده يقول له يوم نحس من اوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعه تعملي الباروكه ودايسه على الصابونه لازم تزعلقي. ايه علاقه الصابونه بالباروكه بالنحس؟ ارجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. ايه الطقاس يا رب؟ ده الازاز بيكسر يا مريض. ايه ده؟ ده الدور اللي فوق بيقع يا ماما. في ازازات شقتنا اللي بيتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقه فوق. ده ما تموتي في العربيه اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده يا ماما؟ اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي، انت اللي موترانه ومعصبانه، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسه ولا حاجه؟ اتفضلي اتفضلي انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربيه. النبي ما اطلع بسرعه، جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ انا معايا نسخه ثانيه. تسلم ايدك تسلم فضل. ايدك تسلم ايدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي اقعدي اقعدي اقعدي. صدقها ماما شكل الجوازه دي خير لان انا متفائل جدا جدا. يا لهوي في ايه؟ المره بتاعي بتقع. بتقع يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. انا قلت لك انا مش قدامك. انا شفت النهار انا شفت النهار. بص في الطريق ده بص. طيب طيب بص في البنطلون. يا لهوي. اوف انت جايبني فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول يا ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ازيك يا عبال؟ الحمد لله. جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتشكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟ ده اخو السوسكه اللي انا هخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبه.
مصيبه ايه يا امي؟ ده بيروش مع الضباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حته اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا الكبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي وده مات. لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور، ما تشغليش بالك بقى. لو تكرمت احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هان اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب يا ميت مرحب. خطوة عزيزة يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس، نورنا. اشكرك. نورانا يا ابله. الله يخليك نورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديدي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. ماشي يا دي يا معاك. والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كل الكرم يا ابو نصر، كل الكرم. بقول لك ايه يا حسب الله، تسيبني حته انا والعياله. انا عارفاك تقص جريه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسك. يا بنتي تعالي اوعى كده، عايز تسيب حته يا صاص. ايه يا جماعه صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا. ملكي حاجه مسروقه عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وهو بصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف اني اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم تحت امركم، انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جدا بالموجود؟ هنروح بعيد. الا حاجه الا حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق، جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما لا لا. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما بالراحه على ودنها، بس بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك خاتم ما بتخافيش يا ماما. الف مبروك يا روحي، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر يعني، شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ هات معلش معلش يا ماما. ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امرك. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعملوا لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما. يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنيل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هم اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل. ما تزعقنيش بقى، انت هتعيطيني هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما يا لهوي. صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي. خلاص يا ماما خلاص خلاص. ماما انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن الله يراجعون. يمكن يا ماما بيت أم عادي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل إيه؟ ما ترعبنيش بقى. جثة ده لبس. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش. العيلة دي وحشة. ما تخافيش. لا لا دي ناس، دي ناس أطهر ناس. بس إحنا هو في حاجة أنا مش فاهمها. إيه ده؟ عفريت عفريت. إيه يا ماما؟ ده تلاقي ابن أخت العروسة. أنت عارفة الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس بقول لك قلبي هيقف. بترعبي
انت ماشيه ورا ميت اسود البلدي ده يا ماما. انت بتاخري شويه ده حسام ده لمسني. لا تعالى حبيبي ده لمسني. بس تعالى اخويا انا خايفه عليك يا حبيبي. الله ما شاء الله شكلهم خايفين على عيالهم تتحسد مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. فيك انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعده ساكته وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام. الصيني الخشب العفش كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى. كملي رعشتك. انا خايفه. عمور شيرين رفيقتي من زمان كتير واحنا صغار بيبي هالقد وكمان خطيبة خي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخد العقل احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. اوبس. شو صار؟ الهيئة في فرد فقعي. دايما حرشتيني دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن على القد. بيقول لي لا 2.8 احلى بصير مثل الفور ويل هن لازم 2.1 وانا مع الحرب فقع بفقع. دخيلك. ها شيرين اصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا اونط؟ انا ما بقعدش غير مع الاغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دفعت فيها كام؟ اوف صرت عارفه. قلت لي اياها شي 500 مره. لك حبيبي روبي رفيقتي من عيله كتير كبيره. هاي هاي هاي. بس اكيد مش اغنى من عيلتي انا. ماشي. عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله. هاتي بات هاتي هاتي. انت يا ابني رج الفلوس لا تعرق في الشنطه. تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي بحب اعرفكم هيدا عمر خطيبه وهذا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل أعمال كتير مهم بمصر وهلأ عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. أهلين نايس تو ميت يو مستر تامر. أهلا حبيبي. أهلا أهلا أهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك إنه أستاذ تامر من عائلة كتير مرتبة بحب اللبنانية كتير وبقدر مهبهم كتير كتير كتير. أهلا حبيبي. أهلا تشرفنا. أهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله. لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك اقفل وافتح على طول. وريني وريني. يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم اخبارك ايه يا خبر؟ تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي ايه انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون من اكبر العائلات. شو عائلة هيدي؟ اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة فيه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى الموضوع اختلف. تقدر تقول انه انت محتاج فلوس عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني فلوس فلوس عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة. عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش أنا سلمت كتير. رش رش سكتي ايدين الناس ما عرفش غسلينها ولا لأ. حاجة صعبة قوي. ما بشربش حاجة ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا. نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا. عن جد بيروت نورت كتير. منورة بأهلها. اهلا يعني هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك. بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي اللي انا اديتهم. نعم اوكي. بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو. كيفك؟
كيفك؟ ماشي يا خالد. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه ونيلة ايه؟ لا اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انتي متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك يا انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا، حاسة كتير بتغار مني ولئيمة لئيمة لئيمة. يعني سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 تحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي هقول لك كل حياتي ماتت. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس واوعى يا شيرين. بص في الناس، في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية؟ تحسي الموقف بيتي فيه؟ ده أنا مليهولك في 10 أيام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبتي، أنت مش جعانة صحيح؟ كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد! ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، إيه رأيك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ فين الشوربة؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربة. مش معقول، فضل بموت عليا مهول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما قلنا يعني نحن عايزين بقى كتير ومنسيين. كتير حلوة. انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل ده؟ تتكلمي بجد؟ مش هتبقى مش هتبقى. ليه واخده بطولات سباحه مثلا؟ عندي عوامتين بنتكون اربع مرات في السنه. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفس يا ماما، ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو اولاد ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى انا جعان. هتعطيه رياضه ولا انت تسيبك منها. هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا؟ لا لا للنهارده لا. انا هطرح بيتكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبه لكم هيبقى قطع عيش للامانه يعني. النهارده اخر ليله بالنسبه لي في العزوبه. بكره ان شاء الله هتجوز ست مش عايز اتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت اصل، متربيه، هتنسيني كل التفاهه وكل السفاله اللي انا عشتها في حياتي اللي انتم منها طبعا. هبتدي اكون راجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم، بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى فيه ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي بس مش عجباني بوبي خسانه وهفتانه وعدمانه ايه معك حق حبيبي انا بغير المقاس اربع مرات في السنه مع كل فصل قياس شي هتوحشيني حياتي وانت كمان يا روحي بعد مره باي. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي
يعني ايه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. ايه ما انه كان باستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعا طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعه 4 الصبح. شبيك تامر شبيك. لا ما فيش حاجه، انا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا اخنقنك شيء ليه؟ ده انا اعمل لك بطيخ، احنا بنتكلم عادي. ايه سهيل سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. هو دلع بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتهبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحة، وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك بدي اعطيك لسته يعني بس باقي كوزينتيتي. حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلي، ما في شيء بقى كده. قومي اعملي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في الثلاجة. تعالي ندردش. لا مش شيء تعصيب. ايه. ايه سهيب. وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مس كول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعز سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقي لي كده لان اقوم اعمل لموه. انا كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبة قلبي. مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف وانا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في؟ بوبي بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الصحه يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايا ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعة السعيدة مع شاب غريب في وسط الليل؟ وبالايباد اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينة؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف اشرف منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه يا واطية. لا تعالي. دخيلك فاطمر مدنيش. ده انا هممتك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق، فاضل كام واحدة كده؟ واحدة. طالق يلا غوري بالسلامة. قرف. لا تخينة. راجل طالع راجل نازل. مش مضايقني وجودهم، اللي مضايقني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب. طلقت الولية قوانطة. انت يا ولا انت يا زفت. وحياة امك وحياة امك، ما انا اخليك البيت ده اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت بلوى؟ انت ما بتحسش؟ طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ، كل الحاجات دي باظت، انت ايه يا اخي؟ معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص. وديني وما اعبد، لو عينت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع، انت فاهم؟ لا من ناحيه دي اطمن. اطمن؟
اطمن عليه؟ لان مفيش ولا جهاز باقي علشان ابوظه، كله باظ بصراحه. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك، اعمل لك ايه؟ الكاسيت باظ، والسخان باظ، والمروحه باظت، امال ايه تاني؟ ايه تاني بوظته؟ قول لي الوكمان عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحه ما عرفتش، كسره فرميته في الزباله. رميته في الزباله؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي؟ اتسرع عنك يا بابا بعد الشر. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه؟ نص جنيه في عينك؟ مصاصه تقيله انتاله. انت لازم تترمى في الشارع، عارف ليه؟ عشان تعرف قيمه البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده انا عندي 8 سنين، يعني خليني اقعد سنه كمان. انت عايزني استحملك سنه كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا، لانها خشب زان، انت فاكرها ايه؟ خشب مسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره، اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز؟ انا عايز اقول لك حاجه يا ابني، العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 13 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع يا عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت اوت اوت. جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت اوت. ده انت بتشتغل كونسري، عموما نو بروبلم نو بروبلم. امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم نعم يا حبيبي. النص جنيه بتاع المصاصه. امشي يا ابني. اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا؟ انا عايز اشتري مصاصه، انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا. مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمه طريه زيي. تمام تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست نجوان. أيوة، ايوه ست نجوان. في الاكل قلتي لي هتعملوه. حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست أيوة نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه مع الاكل. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن جنب. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان. أيوة. ست نجوان والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلتي لي هتعملها لي؟ خمس دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. حاضر. شكرا قوي. قبل سلوى قبل سلوى يهو. قبل سلوى في ايه؟ النبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخو. شكرا قوي. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى في ايه؟ انا واقفه اهو. النبي بعت لي معاه ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوي القميص بتاعي ولا نسيت اعمل بيه؟ بكوي القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا يا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط بودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. أيوة. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا يا عم بيرم. شكرا. عم بيرم عم بيرم
وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر شكرا حاضر شكرا ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه ملوش حجه، لا المواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب القميص وصل ومتشكر قوي. العفو ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15. قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعة الصيني 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 الصيني. يا رب ولا ماركة تانية تتباع إلا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطة بضاعة كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 مساء الخير. مساء الخير إيه يا جودة؟ مش فاهم، مش كذا مرة بتيجي تلاقيني أعمل الطقوس الصيني عشان البضاعة تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعة الصيني 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 الصيني، كل الماركات تقف إلا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. الصيني الصيني الصيني. ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش، احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف يا جوده انا اتولدت في الشارع ده، اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح ايه؟ لما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين، اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش يا بصراحه. بصراحه قد بحب بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه، انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا، بس مش مشكله، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله وكل البضاعة اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعة ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعة السين سين 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 سين. يا فاشل يا عرة الكهربائية. تفتكر الشتيمة دي مين يا واد؟ ومين هو عرة الكهربائية؟ لا مش احنا مش احنا، ده محل من المحلات أكيد بوظ لها الجهاز، ما أنت عارفهم نصابين. أيوه وفشلة ومتأخرين، بس احنا مالناش دعوة، احنا بتوع ايه؟ سين 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 سين. يا رب خلي اه يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل وستين فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تقول لي الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه الشاكوسي بتاعي؟ ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. اه الشاكوسي بتاعك حضرتك ما اسموش شاكوزي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوزي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوحة اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله، يا ست يا ست. وبعدين مش لازم شاكوزي، يعني عايزه انعاره ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوس والدنيا محاسيبه. يا لهوي انت صوتيني ليه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوزي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع حنفيه السخن هنوزيها مع الثانيه عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوزي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالمل يالا، عايز ايه؟ وانت يا حلو انا مش قلت لك تعليلي من الاول؟ رايح العب عزيز الفاشل؟ لا هيسرق الزبون يا نهار اسود. لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط تاني شاهدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها. اوعى ايدك، مش حضرتك تتعاملنا مع بعض وبالاماره. بوظت لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوسي. سمعت؟ انا بوظت لك الشاكوسي. اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي. انا مستني ابويا بقالي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي، اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي حرام عليك.
عجباني. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح القسم واللي عندكم اعملوه. لا هنروح القسم. هنروح القسم. مش رايح القسم؟ اه. طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش وجيرانك اهو واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه اتحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص طالما اتحرشت التحرش دي قضيه اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا نعم. اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي اه لحد ما اجيلك. اتفضلي على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يلا يلا رامي. يا يب يا يب احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ ايه يا فندم ست مختلف يا فندم. في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا ومهووسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده. والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك. مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت انا لا صيني ولا حاجه. انا راجل عادي بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد يبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز اتفضل. ايه هو ده؟ اوعى هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد ضابط في جهاز حساس في الدوله واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا وعايزين يتجسسوا علينا واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي. انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم. انا عمري ما بوظت حاجه يا عبد العزيز. هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ. بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوسي. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظه يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز. عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا اسطى وبعرف اصلح عشان سمعتك. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فافل. يلا يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظوا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز يا جماعه. يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم. صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغه يا عبد العزيز. انت نبغه. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله. الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك. يعني انا بشكر ربنا عليها. بس والنبي ما يعني تاخدنيش في بالك ان انا مبوظتي. بس الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز. وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بتؤمر. انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق مني الزباين؟ مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل يا ده علي. يلا بره من هنا. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرفه داهيه. امرني يا عبد العزيز. انت مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه ثانيه معلش. عينيا. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوسي. الشاكوسي هي هبله في النهايه. أيوة. وكل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوسي. فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قولوا لي القعده. بص انا هصبر. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوسي. شوف الشاكوسي. اه حجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها انتوا عندكم جوه عندهم شاكوسي جوه تنبسطي. يلا في شاكوسي هنا عندنا. يلا حضرتك اتفضلي حجزوها عندنا. يلا حجزوا الزغرات للشاكوسي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. شكرا فندم. ربنا يخليك. الله يخليك. سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك.
فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده، تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن مسلسل ان شاء الله. اشمعنى مسلسل؟ هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقي يا جماعه، الحقيقي جامد. شكرا ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه تانيه، عروض خاصه جدا جدا، والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم، الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي، وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانيه. يا استاذ يوسف، استاذ بقفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء. شرطه ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجه، يعني ايه شرطه اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جوده اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جوده، كلم النقابه. امشي. ايه ده؟ فندم فيها يا فندم، مش فاهم حاجه. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح السعداني، صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بردوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباي. الله، لا كلموا لي اشرف عباي يا جماعه. بص. ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا ارحموني، انا
مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني؟ طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم وطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده، ايه ده، دي اموال الدوله. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحه، الجماعه عندهم حق. يعني فيلم انتاج الدوله ماشي، بس ما تقعدش انت تعمل فيه ابو علي وتعزم محمد عوض. ازاي؟ ما انا عزمتك. إيه؟ انت عزمتني، عملت معاك فيلم امير البحار، ما جبتليش فنجان قهوه. يا راجل، انا اللي طعميتك في القهوه. انت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر اتعاطف معاك يا عم غسان، انا اسف. يا سجان، يا سجان، هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر مظلوم. يا راجل صلي على النبي، خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شايف الفيلم؟ يلا يا راجل بره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 اهلا، الله يخليك. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسي. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اهو. والله يخليني قاعد. اتفضل اهو. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين، اخ. هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده، ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم، انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا اشيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟
شعبان أبو العالمين حمودة، تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا أنا ما صدقش إن أستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب إيه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي أنا بحبهم يعني. أيوة إيه؟ هنيدي اتمسك. يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك علينا حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النساء، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتهب ذكاء، بس انا عندي قفلة الموضوع. ايه رأيك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تأليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفاية يا فندم كفاية، ارجوك كفاية، شكر قوي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت في المحنة دي ان انا عرفت الزملاء كويس، شكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبقوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك تحت امرك. طلب اخوي. امر بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال آه بتحب تكتب الواجب بالقلم الأزرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد إذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجة ليا؟ حاجة زي إيه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت أمر حضرتك، بس تصدق أنت راجل محترم، أنا هديك حاجة غالية عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، أرجوك أرجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. جيلو جيلو ثانية بت جيلو يا ابن جيلو ادش 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 قطع. خلصت يا عطية، خلصت على الجهاز اللي دادي جايبهولي كله. دادي؟ دادي مين ده بت؟ بابي. برعي برعي المنجد باسمه دادي يا بنت المنجدة. بقولك يا بت، صمت تام، جري حالا تروح تجيب لي الواد بتاع الدش. حاضر حاضر. خلاصي اهو جه اهو، اهمد بقى. خلاصي. مساء الخير، ده منزل الاستاذ عطيه ابو الضلوع. اه انت بتاع الدش؟ اسمها بتاع الدش، اسمها انا المهندس فني الكترونيات. طب خش يا باشمهندس الكترونيات قول له الكلام ده جوه. حاضر يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذة، سوري انا اسف. انا اسف سامحني اصلا. مساء الزفت والقطران عليك. انا اسف يا حاج، انا اسف. انت بتاع الدشه؟ ايوه يا فندم، انا مهندس فني الكترونيات تحت امرك. ولا انا اسف. ولا ايه في ايه يا فندم؟ عارف لو ما ظبطتش الدش ده انا هعمل فيك ايه؟ تقعد تشوف شغل كده. مش هضربك بايدي دي. لا بلاش دي، بلاش. عشان دي ضربت العظلاء. العظماء. اندرتيكر وهوجن. هو في ايه؟ انا هضربك بايه بقى؟ اه صاعق الناموس. صاعق ناموس؟ ايه ده انا حشره؟ هو ابوكي ماله، مجنون ولا ايه؟ اهلا جوز حضرتك. ليه عملوه ده؟ انت صباع من صوابعه. امرني يا فندم. انت شكلك مستبزني. اه مستبزك ليه يا عم؟ انا لسه انا جاي اصلح لك الدش. شكلك مستبزك. فين بطاقتك يا بطاقتي؟ ليه حضرتك وانا على المحور؟ ايه موضوع بطاقتي ده؟ اديله البطاقه. اتفضل يا حبيب بطاقه. اتفضل يا فندم، ما تقلقش كله هيبقى زي الفل. تصدق
شكلي اديتها للجنه وما ادوهانيش تاني. معلش 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 معلش. بتاعتك في ايه؟ ما انا بدور عليها حضرتك، اصل انا اتفاجئت، انا جاي اصلح مش جاي اطلع لجنه ولا اقتل في التجنيد. خلي موضوع البطاقه ده بعدين، سيبني اصلح لك المصلحه. اوكي، انت اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه؟ مش مشكله اسمي، خليني انا، اعرفني بشغلي، اعرفني بشغلي. ايه اللي هربان منك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه قناه الساموراي؟ ساموراي ايه ده، انا عندي شويه قنوات بتنزل شغل احلى من اللي في الساموراي. لا، قناه الساموراي بقالها 3 ايام بتقطع، والنهارده قطعت. اسمع كلامي بس. اسمع كلامي، انا هجيب لك قنوات بتجيب شغل احلى من الساموراي. ايوه، العظماء السته. سته؟ ايوه. العظماء سته ايه يا ابني؟ العظماء السبعه. ما الزعيم بتاعهم مات من شهر، انت مش متابع، شكلك مش متابع. انا هدلعك. سبعاوي مات. ايوه، هو يعرف السبعاوي؟ سبعاوي مين ده؟ انا بهجس معاك يا واحد الله، واحد السماوي مات. هو قريبه يا مدام؟ قريبه؟ طب خلاص لو سمحتوا، عايز ريموت التلفزيون عشان ابدا اشتغل. هتلاقيه هنا ولا هنا؟ ادور عليه، انا بشتغل عندكم مش بيتكم. الريموت فين يا عم؟ ما تهدى بقى، وتر فينا. دور على الريموت. انا ادور ليه وانا مالي ومش بيتك؟ اجري دور على الريموت. يلا، هو طبيعيه ولا هو اللي مش انتوا شكلكم انتوا اللي تدور عليه؟ فين؟ دور عليه هنا. حاضر، انا بشتغل عندكم. ودور انت كمان هنا. خد ايه اللي حضرتك؟ ما في، ممكن تقول لو سمحت؟ انا اقوم، اصلك واخد نص الشقه، فممكن يكون موجود. أول ما بقومش، انا اسف. انا اسف، اعتمد على نفسك. استنى، اعتمد على نفسك. لف لف، يا نهار ازرق ومنير. طب حضرتك، طب بسيطه، انا ممكن انزل اجيب 12 ريموت واجي لك على طول. لا ليه ليه انت مش واثق فيا؟ بطاقتي، بطاقتي معاك اهي، بطاقتي معاك اهي. لو مش واثق فيا، انا شاكك ان هو اللي خد الريموت اصلا. تنقاش ده، انت نقاش. ايوه، في ايه نقاش؟ بس هوايتي الاساسيه واللي ناجح فيها الالكترونيات، ما فيهاش حاجه يا جماعه. ولا ايه؟ ولا انا الريموت ده بالذات لازم تجيبه لي. عارف ليه؟ ليه؟ هو ايه الموضوع؟ خير يا فندم؟ انا كان عيد ميلادي الاسبوع اللي فات. كل سنه وحضرتك طيب. وماما الله يرحمها جابت لي هديه قبل ما تموت الاسبوع اللي فات. امك ماتت الاسبوع اللي فات وبتتفرج على التلفزيون؟ ده انت البعيد ما عندكش دم. والله الراجل ده ما عنده دم. خلاص واحد الله. طب اعمل ايه؟ انزل اجيب لك ريموت واجي يا فندم. لا، انا عايز الريموت ده. طب هو بتاعي، انتوا اصحاب الشقه مش انا. عايز الريموت ده. بصي الواد ده، انا شكلي فيه. شكلي فيه ايه؟ وانا كمان شاكه فيك ان انت اللي خدت الريموت. لا، تبان عليكوا عيله مجنونه وانا وقعت فيك. واحد الله واحد الله. تعال بس ما تلبس. هو بيعمل بيوطي فجاه في وشي ليه كده؟ تعال استنى. ايه ولا. ايه ده؟ من الريموت اهو، يا هوب يا هوب، موت اهو. خد يلا الريموت اهو. اهرب اهرب وحياه امك وهسيبك بتاعتك معايا. الريموت 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 الريموت. الحمد لله الحمد لله، ما فيش حد شافني وانا داخل العمارة. انا هعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ يا نهار اسود. مين مين؟ الو، فين الريموت؟ هجيبك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وادي التليفون، وادي التليفون. اعمل ايه يا رب في المصيبة دي؟ الراجل ده شكله مش هيسيبني في حالي. من بيتك مين؟ الباشمهندس كريم النقاش. ازيك يا خالد؟ ازيك؟ ايه ده؟ مال لونك مخطوف كده ليه؟ بقول لك ايه، ما تقرفنيش. ازيك وماما عامله ايه؟ كويسه؟ انتهينا. لا ولا لوني ولا زفت. قول لي لونك مخطوف كده ليه؟ يا سيدي انا مخطوف ولا حاجه خالد، ما تقرفنيش بقى. لا والنبي تقول لي. عليه الصلاه والسلام، انا فورت يا خالد وقررت اهرب. ايه ده؟ انت كمان؟ اه، وفي حد تاني يهرب؟ انا كمان هربان. هربان ليه؟ من الاكتئاب. انت لسه عندك الاكتئاب؟ ما تجمد بقى خالد شويه بقى، عيب يبقى جاري كده، اجمد بقى. مش انا لوحدي اللي هربان، ده كل العماره هربانين. تكلم بجد، اتريني بقول مفيش حس في العماره. مين هرب يا خالد؟ عارف انت ماجده اللي في الدور الاول؟ اه، هربانه. هربت ليه يا خالد؟ بس مش كلها هربانه. مش كلها دماغها هربانة. بس اللي هربانه منها. ومين تاني؟ طنط سوسن اللي في الدور الاخير هربت برضه. ايوه. الله، انت عارف كل الستات اللي هربت؟ مفيش راجل اخباره عندك؟ ما تجمد يلا وتقعد مع الرجاله بقى. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تيجي نهرب مع بعض؟ وربنا ما هرب معاك. عايز حاجه تاني؟ ليه كده؟ كده والله ما هرب. اذا كان انا مش طايق الناس كلها معاك في عماره واحده من رغيك ورزالتك. والنبي اهرب معايا. اهرب مش معاك. ههرب معاك، ما تقرفنيش بقى بدل ما اعورك. يوه، ايه ده عيل الرزق ده؟ هو ده وقته؟ دماغي وجعاني وودني كمان وجعاني، مش عارف ارد. طب ايه، ارد لك انا؟ لا لا، هفتح السبيكر. الو، فين الريموت؟ ده عطية. عطية مين؟ وربنا عطية. ده عايزك انت. مش هبقى. ارمي التليفون، ارمي التليفون. ايه ده؟ ارمي. روح استخبى عند امك. اسكت انت. طب هكلمه، يمكن عايزك. لا مش عايزه، انا مش عايز. يا كريم تعالى هنا، انا بقول لك. ابعد يا خالد. يا كريم، سبحانك يا رب في حكمتك، فجأة قرر اهرب من بيتي ومن دنيتي اللي انا بحبها. واهرب عشان ايه؟ يا ريت عشان حاجة مهمة، حاجة تافهة. ريموت ريموت.
اسيب السطوح اللي تربيت فيه وكبرتي فيه، اسيب الدشات اللي كنت بلعب فيها رايح جاي وانا صغير، الدش دوت بتاع انكل عبد الحميد اللي في الدور التاني، انا عارفه ركبته معاه بس كان راجل رخم، انا بوظهولك. يلا العرب سات الجميل لكل العماره فرحت لما ركب، بس خلاص بقى انا ههرب وهم يقعدوا يتفرجوا ان شاء الله عنهم ما اتفرجوا على حاجه، بس انا هبوظ كل الدشات، ما امشيش انا وهم يطلعوا يتهنوا بالسطوح اهو كله غلط. يلا يلا، والتكعيبه اللي انا عاملها بايدي كل ده ريموت يضيعوا. يا رب يا رب. ايه ده ابويا؟ ادعي لي يابا، ادعي لي يا امي، ادعوا لي في رحله الهروب الكبيره اللي هبداها. ما شاء الله عليك ابويا، بص ابويا كان برنس ازاي وقمر، وامي وشها زي القمر، بس شكلها كانت بتشتغل عنده في الاول لانه المستوى فيه فرق كبير. بس ام ابويا هعمل ايه؟ والنبي تدعوا لي. يا نهار اسود، انا فجاه قررت اهرب. طب اهرب اروح فين؟ ارض الله كبيره قوي دي، لازم خطه. انا اول هروب ليا في الشقه اللي تحتينا عند عمتي، اقعد لي بتاع شهرين يهدوا عليا شويه، وبعد كده رحله الهروب الطويل شويه في الشارع اللي ورانا، اقعد لي سنه يكونوا نسيوني، بعد كده اجي اختفي هنا بقيت عمري. هي دي خطتي بامر الله. اريح بقى عشان شكل الرحله هتتعبني شويه. مش عارف، احنا بقالنا 3 سنين بنسأل هو فين لحد ما نسيت احنا بنسألها عن ايه. كلامك صح، يبهدلنا ده ممكن يموتنا. لا بس في سؤال ممكن يخليها تجاوب. ايه هو؟ هو فين؟ هو مين؟ هو فين؟ هو ليه؟ هو فين؟ هو فين؟ هو دي مضايقاني قوي، مش عارف ابرق. اعترفت سونسون؟ يعني ما اعترفتش طبعا. هتعترف ازاي؟ ما انا معايا 2 نسوان، لو معايا رجاله كانت تعترف، لكن انتوا بقالكم 3 سنين بتستجوبوها. طبعا هتعصوا لي بقى بقى بقى. اوف هات. عارف انا بسكر اوفر كده ليه؟ عشان اغيب عن الواقع. ريموت التلفزيون فين يا بت؟ وديت الريموت فين يا بت؟ اه صحيح، ما انت في بلاستر، هتتكلمي ازاي؟ طبعا طبعا، ما انا معايا جزء اغبيه بتستجوبوها وحاطين لها بلاستر. يا جدعان هيبه، يا جدعان رعوني بقى، ده انا بدفع فلوس ومهدد نفسي في الاخطار اللي في البحار وقرصان ونيل. الله يخ... ماشي ماشي، وديت الريموت فين يا بت؟ اكلمك اهي، ادي حجتك اهي. فين الريموت؟ ما خلاص السبيل مش بتلك الزفت. فين يا بت الريموت؟ في الليفينج. فين؟ في الليفينج. تقول لك في الليفينج؟ فين في الليفينج؟ تحت الكليم عند الليب. الكليم؟ عند الليب. عند الليب؟ انت جبتها منين دي؟ الحلوه منين؟ من سافت. في حاجه؟ اجدع ناس سافت وناس سافت. ثانية واحد. ما قالك؟ شلت البلاستر؟ قالت في الليفينج، مش محتاجة مجهود، صح؟ أنا في حاجة كده نفسي أعملها وأنتوا حسيتوها، خايفين، أنتوا خايفين، صح؟ معلش معلش. سكوا مرس. ما بفهمش كلام. إيه الأوفر ده؟ انضربت بصاروخ، إيه يا عم ده؟ معلش مش هتفرق. بقى أهد، ولا أقول لك سلامت. قتلتهم كلهم. لبسة الركالة. اسمع الله عليك. يا قمر. الله يخليهم لك. اتكي على الصبر وانا اروقك. ايه ده ايه ده؟ ده انت فهمتيني غلط خالص، ده انت طلعتي مراهقة. انا راجل ما بركزش في شهواتي. انا عايز الريموت وخلاص. فين الريموت؟ لا فينك. يا لهوي يا لهوي، يا فضحتي. جري يا بنت وانا اغتصبك، بقول لك هقتلك. عارفة ليه؟ عشان اتفرج بالريموت لوحدي في الليفينج. اي بقول لك ايه يا بت، الريموت الصغير بتاع الدش معاك؟ اه اوكي. والله مشكلين قوي. هات هات بق، انا مش لسه ضربك 3 انت هتستظرف.
مساء الخير ابو جمانه. ايه ده؟ ما رجلي الخشب منمله ليه كده؟ في الليفنج تحت الكليم عند جلاب. 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 يا اخويا بطل السبيرتو اللي بتشربه ده هيتموت. هموت يا فوزي. الريموت يا فوزي بتاع ماما. لازم اجيب الريموت بتاع ماما. لازم اجيب ريموت ماما. وبتاع الباب. مساء الخير. انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ معلش خديني على قد عشان انا هتجنن. خديني على قد عقلي. انت عندك سجاده؟ عندك سجاده في البيت؟ لا عندي كليم. عندك ايه؟ كليم. وليه بصوت عالي؟ عندي كليم. وعندك ايه من الاجهزه والالكترونيات خاصه بيكي؟ ده سؤال برضو؟ اه. عندي لاب. هو ده الكليم واللاب. تعالي قفشتها لك يا اللي قاعد. انت بتشرب ايه؟ تلات خمسات يا هايب. اسمع اللي اقوله لك. انا نمت شويه وربنا كرمني شفت المنام طلع كل الحقيقه. شفت ان احنا كلنا ببحر وناس لابسه لبس غريب ومش عارف من الناس دي كلها الا الوليه دي. بقول لها فين الريموت؟ كنت انا لابس برضو لبس زيها زي اللي في البحر. قالت لي الريموت تحت الكليم عند اللاب. تحت الكليم عندي ايه؟ عندي اللاب. بس تعالي نمشي ورا بعض بقى. فين الكليم؟ ادي الكليم. تعالي وليه هنا. تعالي وليه هنا. فين اللاب بتاعك؟ فين اللاب؟ ادي اللاب. فين؟ ايوه. وادي الكليم. طب نقلب كده؟ قلبي. الله اكبر. الريموت. الريموت. الريموت بتاع امك اهو. اهو يهبل يهبل. امسك. الله يخرب بيوتكم. اوعى يحصل لك حاجه في التلفزيون تبعت لي تاني. خدي ليه؟ خدي. خد في خلقتك. خدي من ايدي. قرف. اوعي. يلا يا نمشي. يلا. خدي اقعد. انت بتخونيني يا بنت. نبي اخي عشان تبطل تتفرج على قنوات المصارعه دي وتقعد معايا شويه. انت مالك؟ انت مالك تاخدي ريموت ماما ليه؟ تاخدي ريموت ماما ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هطلعك بالثلاثه. عايز اتفرج على الريموت لوحدي. امشي امشي. تعاليلي يا ماما. تعاليلي يا ماما حبيبتي. الحمد لله ماما جابت لي ريموت. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمك. يا بدردر يا بدردر يا جميل. صباح الفل يا جميل. بدريه بدريه. الله مش هتحقني على تيفا حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم. لا ده كده كتير يا بدريه. بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري. بص لنفسك في المرايه وشايف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك. انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه بحبك. يا توفيق ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن. ما تقوليش كده. انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حرات كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط. الكلام ده في الكوسه في الطماطم. الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن مدمن فول حراتي وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا. وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمد ربنا على النعمه واسحي لنفسك يا بدريه. اسحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها. بدريه شو ليه ينفذوها يا اخويا؟ ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل. بتذلني باللي انت معيشني فيه؟ نهار اسود. انزل انزل لي كده اشتغل. انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا بدريه انا مش وزه. انت عارفه ان انا اسد ومش اي اسد. انا عصب. انا عصب يا بدريه. انا عصب يا بدريه. عصب. ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني فولاه يا بدريه. الحقيني فولاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفولاه فيها ثلاث حبايات. هاتي واحده بس يا بدريه. هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك قولي لي فول حراتي في ودني. قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي. فول حراتي. فول حراتي. فول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدر.
احنا اجتمعنا النهاردة يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس ادارة المؤسسة اننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج احمد، قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا، انا الكبير هنا وانا اللي هي الكلمة العليا. يا اهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. ايه الخطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسة يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا انا متزرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا يا عادل، انا اخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد، انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعه سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. ثانيه واحده اقعدوا، انا اللي اقولها، لو سمحتوا يا جماعه سيبونا شويه لوحدنا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدريه فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد، ببقى اسمها الست بدريه، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام، ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجة ولا مالكش؟ أنا المشاريع دي كلها هلغيها. إيه رأي السادة الحاضرين؟ مين إيه؟ الناس كلها خرجت يا حاج توفيق. برضو يردوا عليا يا حاج أحمد. هدي أنت بس أعصابك كده وأنا جايب لك حاجة زي الفل أورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز أختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ماشي من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره، خلاص. يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، اهدى يا حاج. يا هو ما اهداش، انا اخوك وربنا كله وادنك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك. ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيزل دماغ. ماشي مؤاخذه يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. وانا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج، هضربكوا كلكم. يا حاج مش كده، انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ما بيفور لي. معلش دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير. معلش. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي. بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ أعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. ألف مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج أنت كده تقلت قوي يا حاج، ما أنت لسه واخد جوه يا حاج. أعمل إيه؟ طب خلاص ما يطارت، ما أنتوا عصبتوني في الاجتماع. بس أنا معايا حاجة تانية يا حاج، ما أعرفش تنفعك ولا لأ. ما معاك إيه؟ شوية حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني فيه مدغ، أنت مش فاهمك أنت في الفول الحراتي. بقول لك إيه؟ وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل ونضفناك ودخلناك العيله، فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كالاكس.
يا حاجه اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كلاكس فيها، انت شكلك بتسرقنا عربيه بكلاكس. بس انا كده يا حاج اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كلاكس. براحتك يا حاج، اهو كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكلاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هذبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركاتنا دي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل، واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسه الجدوى ومفيش مخلوق اراها. امسك، شاف علبه الكبريت دي؟ دي علبه كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبه دي. في العلبه دي. وماله؟ اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي، وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله، يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبه الكبريت فين؟ علبه الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني. هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايب عربيه بكلاكس كله هيتهان. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على ثلاث خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقي تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان تعبان. فول حراتي، فول حراتي. حلوه حلوه. فول حراتي كده اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطه، وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخليه ياخد جلابيه. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعه القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرمكم خير. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرمكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بس اتعب ادريه. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟
بعمل ايه؟ بدور على فول حراج. انبسطتي؟ قار السود ومنيل يا اخي حرام عليك. هو ازاي يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق، توفيق ناس عايزه فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدريه، كله راح يا بدريه. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدريه، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدريه، بس دوري على حاجه مليان. مفيش يا بدريه. يا نهار اسود، الهي يا راجل تخسر ما تربح، الهي ما تلاقيش ولا حبايه فول واحده. يا رب وريني في يوم، الهي يا رب يحوجه كفايه زي ما حوجه. كفايه يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفايه ولا الهي ولا حبايه فول. نهار اسود. طيب ولا ايه؟ مش عارف مصيبه دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرصت؟ اخرصت؟ طب اعملك ايه؟ هنا ايه؟ اقول لك اهو ايه؟ فول حريتي اعمل ايه؟ انت اتشليت؟ ايه؟ فول حريتي اعمل لك سامع؟ شايله لك واحده اهي قولها خلاص؟ ما بيعملش حاجة؟ انت مت طب ايه؟ تنين عليا وعلى ستين مرتبة؟ ايدي يا